وفي هذا الإطار ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تمكين القارة الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا. كما أكد الرئيس السيسي أن تجاوز القارة الأفريقية للآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا يصيب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من أثر هذه الجائحة، مشيرا إلى أن مصر تعمل حاليا على إنتاج لقاحات لكورونا سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الإفريقية الشقيقة استنادا للبنية التحتية الطبية والتصنيعية. ثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهو ما يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة. إن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية الشقيقة، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم.